صفحة جديدة من صفحات العلاقات السعودية المصرية المضيئة تمثلت في توقيع البلدين عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وجرى التوقيع بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر. هذا الربط ليس هو الربط الأول، ولكن سبقته روابط الدين، روابط اللغة، أواصر الدم، أواصر القربة، المصير المشترك فيما بين البلدين الشقيقين. وعلى مدى العلاقات التاريخية الطويلة استطاعت هذه العلاقات أن تكون علاقات أخوية، علاقات تاريخية. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن الوصول إلى هذه المرحلة تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وأضاف أن خطط الربط الكهربائي في المملكة تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية 2030. أنا بعتبر الوصلة اللي بين مصر والسعودية اللي تقدر تتعامل لغاية 3000 ميجا دي وصلة أساسية ومهمة جدا، وإن شاء الله لما هتنتهي وفي خلال يمكن مرحلة أولى في خلال 36 شهر وبعدين ينتهي بكاملها على 52 شهر هتبقى يعني تعزيز شديد جدا للخطة العامة لعملية ربط الدول العربية ببعضها. سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية، الاتفاقية دي كان بقى لها فترة في الإعداد، مشروع مهم وضخم بيعتبر مشروع قومي للبلدين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. توقيع العقود بين البلدين يشمل التعاقد مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ المشروع بسعة 3000 ميجاوات، ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي، وهم محطة شرق المدينة، محطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 1,800,000,000 دولار. اتفاقية تاريخية بين البلدين تأتي في توقيت مهم بعد أشهر طويلة من المفاوضات، اتفاقية ستكون بمثابة النواة الحقيقية لربط كهربائي عربي. لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم، القاهرة.